التواصل مستمر مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلاقاتنا وتحدياتنا الخاصة بسن الحقائق في هذا الصباح، وأيضا منافسات الثلاثة كيلومترات الحاضرة مع هذه الانطلاقات. مشاهدينا الكرام، نسير مع هذه الانطلاقة ومع البداية هناك، وأول المراكز نشاهد هناك البداية والصدارة مع مزون فهد بن سعد بن طالب، ألف هيدا المري، وثاني المراكز هنا دولة ناجي بمسفر بصالح الرزق العجمي هنا من تغير إلى مقدمة الشوط والبداية في هذه اللحظات. ثالي الأسماء هناك من الجانب الآخر، وصول أيضا وانطلاق من شواهين سالم بن حمد بن صالح بن مانع، هنا أيضا من ينطلق إلى مقدمة الشوط في تبادل قوي وسريع هنا على مقدمة الشوط من خلال ايضا هذه الاسماء ومن خلال هذه الشعارات. وتابع سمحه ناصر بن علي بن حمد البريص المري قادمه في هذه اللحظات مندفعه مع ثالث المراكز، رابع الاسماء مشاهدينا الكرام. وتابع الاسم هناك القادم والمنطلق في هذه اللحظات، تم عبد الله بن محمد بن سعيد النابت، ولكن هنا ايضا وصول ايضا في هذه اللحظات من مشرفة فرج بن ناصر بن حفيظ المري هنا مع رابع المراكز، وخامسا وتابع قسوة حميد بن مبروك بن بركات العديني. هكذا النتيجة متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى المنطلقة معنا في هذا الشوط، ولكن أعود إلى البداية، إلى الصدارة، إلى مقدمة الشوط. هناك البداية مع مزون على مقدمة الشوط، فهد بن سعد بن طالب المري هنا مع أول المراكز، ولكن وصول من شعار بن ثلاب هنا مع وزن مبارك بن راشد بن ثلاب الهاجري هنا ينطلق مع ثاني المراكز وثالث الأسماء. هنا أيضا وصول وانطلاق مشاهدين الكرام من دولة ناجي بن مسفر بن صالح الرزق العجمي هنا مع ثالث المراكز ورابع الأسماء من الجانب الآخر. وتابع هناك القدوم والانطلاق مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات، شواهين سالم بن حمد بن صالح الشرقي المانع هنا أيضا ينطلق خامسا، ولكن أتابع من تسللت في هذه اللحظات وانطلقت بدورها مشاهدينا متابعين الكرام إلى ثالث المراكز، وصول من قسوة حميد بن مبروك بن بركات العديني. إذن متابعينا الكرام، عود إلى مقدمة الشوط، افتتحنا الكيلو الأخير هنا مع هذه الأسماء مع هذه الشعارات، ولكن البداية مع مزون، ولكن شوف أيضا القدوم شعار أيضا العديني هنا من يتسلل إلى مقدمة الشوط هنا ويقدم لنا قسوة أيضا في هذه البداية الأولى مع قسوة أحمد بن مبروك بن بركات العديني. ولكن الله، شوف القادم هناك من الجانب الاخر، وصلت وانطلقت في هذه اللحظات العنود نواف بن عبد الله بن ابراهيم هنا ايضا قادم مع هذه اللحظات، ولكن اتابع هناك ايضا وصول وانطلاق من مزوح سعدون بن مسعود بن سالم ابو مذارع هنا ايضا قادم مع هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، ولكن قسوة هنا، قسوة على مقدمة الشوط. اللحظات الخطيرة الله يا العديني هنا أيضا مع قسوة بهذا الانطلاق المميز على البداية وعلى الصدارة، هنا مع قسوة اللحظات الأخيرة، خط النهاية، ولكن الله هناك أيضا انتزعت الصدارة والناموس مزوح من انتزعت أيضا ناموس هذا الشوط مع اللحظات الأخيرة. تهانينا والناموس لسعدون بن مسعود بن سالم أبو مذارع المري على هذا الفوز. ثاني المراكز كان الوصول من قسوة
لحميد بن مبروك بن بركات العديني وثالث المراكز. إذن مشاهدينا الكرام ثالث المراكز ورابع المراكز وخامس المراكز لحظات، ونتعرف أيضا على بقية المراكز مشاهدينا متابعينا الكرام. نتابع أيضا هنا أيضا المنافسة القوية أيضا دارت أيضا رحاها ما بين أيضا قسوة ومزوح أيضا من انتزعت الناموس في اللحظات الأخيرة وتوقيتها الزمني 4:42 وثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للسعدون بن مسعود بن سالم أبو مذارع المري على هذا الفوز. ثاني المراكز وصلت قسوة وتوقيتها الزمني 4:00. نتابع أيضا توقيتها ولحظة وصولها إلى خط النهاية 4:42. تهانينا ايضا قسوة حميد بن مبروك بن بركات العديني وثالث مركز. ثالث المراكز وزن وشعار بن ثلاب هنا ايضا كان متواجد مع ثالث المراكز 4:42 وتسع اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس لمبارك بن راشد بن ثلاب الهاجري. تهانينا والناموس للجميع.